مرحبا. طير يلقب بالعقاب المخادع وهو واحد من أخطرها، كما أنه يعتبر أقوى أنواع الجارحة منها بالعالم، منقوطه بيستطيع حمل فريسته حتى الممثلة له بالوزن. النسر المخادع بيعيش بأعشاش كبيرة بيبنيها لنفسه على الأشجار بالقارة الأمريكية، وهو مهدد بالانقراض. بنتين شوف كيف عم يكون الطقس، عم يكون الجو بينسحب الغائم جزئياً بشكل عام، وعم يتحول لغائم خلال ساعات المساء، لتصير الفرصة مهيئة لهطل زخات من المطر فوق المنطقة الساحلية، وعم يمتد الهطل خلال الليل وساعات الصباح لمناطق متفرقة من البلاد. كما عم تبقى درجات الحرارة حول معدلات أو أدنى بقليل، الرياح شرقية لجنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات عم تتجاوز 50 كيلومتر بالساعة، وعم تتراوح بين 10 و 15 كيلومتر بالساعة فوق المناطق الساحلية. الرطوبة عم تتراوح بين 45 و 85%، أما البحر خفيف ارتفاع الموج ودرجة حرارة الماء 19 درجة. من تلا طقس العاصمة دمشق عم تكون الأجواء فيها ماطرة ليلا، وعم تسجل عليا 11 درجة. رح ننتقل على المحافظات السورية، ورح نبدأ جولتنا من المنطقة الجنوبية. سويدا عم تكون فيها الأجواء غائمة وعم تسجل عليا 8 درجات، أما درعا عم تراوح بين 7 و 13 درجة، وبالقنيطرة عم تسجل فيها الصغرى 4 درجات وعم تكون كمان فيها الأجواء غائمة. بالمنطقة الوسطى بحمص عم تسجل عليا 11 درجة وعم يكون فيها الطقس ضبابي، أما بحما عم تراوح بين 6 و 12 درجة. بالمنطقة الساحلية بطرطوس عم تكون الأجواء ماطرة وعم تسجل عليا 15 درجة، باللاذقية عم تسجل الصغرى 9 درجات، وبلواء اسكندرون عم تراوح بين 3 و11 درجة. رح ننتقل على المنطقة الشمالية على إدلب، عم تكون الأجواء فيها ماطرة وعم تسجل عليا 11 درجة، أما بحلب عم تراوح بين 3 و10 درجات. وأخيرا بالمنطقة الشرقية بالرقة عم يكون طقس غائم جزئيا وعم تسجل عليا 11 درجة، أما بالحسكة عم تراوح بين 5 و11 درجة وعم تكون الأجواء ضبابي. وأخيرا بدير الزور عم تسجل الصغرى 7 درجات. أخبار الطقس اليوم خلصت، تلاقوني بكرة وبخير.